خبر تاني مهم، كابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي اعلن بالامس اتمام اجراءات التعاقد مع المحترف الامريكي جاريت مواجاتوتيا، وطبعا الكلام ده هيبقى لمده موسم واحد فقط لتدعيم صفوف الفريق الاول لرجال الطايره بالنادي خلال الموسم الجديد. التعاقد مع هذا اللاعب يعني المحترف الامريكي جه في اطار حرص مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب على تدعيم فرق النادي الاهلي المختلفه بافضل العناصر حتى العالميه منها للمنافسه على كافه البطولات. هذا اللاعب بيمتلك خبره كبيره جدا على مستوى الانديه، وبالمناسبه سبق ليه الاحتراف في مجموعه من الدوريات الاوروبيه، يمكن كان اخرها الدوري البولندي. انضم للمنتخب الامريكي للكره الطايره عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القاريه وايضا الدوليه، وحقق المركز الثالث في كاس العالم اللي اقيم في اليابان عام 2019، وكمان شارك مع منتخب بلاده في دوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه في طوكيو 2020. فلعيب عالمي يعني بالمعنى الحرفي، واكيد ان شاء الله هيبقى له يعني او يبقى لوجوده انعكاسات قويه جدا مع الفريق الفتره الجايه.